الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر خبراء اقتصاديون من خطر مضاعفة الصادرات الإيرانية للعراق بعد بلوغها خلال العشرة أشهر الماضية نحو 38 مليار دولار. وقال الخبراء إن الرقم الذي أعلنته إيران بشأن صادراتها للعراق هو رقم مرتفع للغاية، موضحين أن كلفة الصناعات للسلع الإيرانية تؤثر على نمو الصناعة المحلية في العراق، حيث أن المستهلك دائما ما يتجه نحو الأرخص لتلبية حاجاته، لكن كثرة الواردات إذا كانت رخيصة فهي تؤثر على الواقع الصناعي أو الزراعي بشكل عام في البلد. ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام تدهورا كبيرا منذ عام 2003 ولغاية الآن في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد. قال النائب عن محافظة واسطة حسين علي مرداني إن المحافظة لديها 200 مشروع متلكئ ومتوقف منذ عام 2018، وأضاف أن المشاريع المتوقفة متفاوتة في نسب الإيجاز، وبعضها متوقف منذ 7 سنوات وبعضها منذ 5 سنوات، وجميعها متوقفة لأسباب مالية. ولفت مرداني إلى أن العمل جار لإعادة العمل في بعض المشاريع وإيجاد الحلول لباقي المشاريع الأخرى. ارتفعت مبيعات البنك المركزي في العراق من الحوالات الخارجية لأكثر من 180 مليون دولار، وذكر أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي انخفاضاً في مبيعاته من الدولار بنسبة 8.56% لتصل إلى 203 ملايين و325 ألفاً و745 دولاراً أمريكياً. غطاه البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار. وأضاف أن مبيعات البنك المركزي التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغت 182 مليون و500 أو 25,745 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 21 مليون و300 ألف دولار بشكل نقدي. ارتفعت أسعار النفط محققة سادس مكسب أسبوعي لها وسط مخاوف من شح الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في سياستهم المتمثلة في زيادة الإنتاج المحدودة وسط ارتفاع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89 دولارا، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 87 دولارا و23 سنتا للبرميل بعد أن تراجعت 74 سنتا يوم الخميس. ومن المقرر أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع السادس، وهو أطول خط أسبوعي منذ شهر تشرين الأول الماضي عندما ارتفعت أسعار برنت لمدة 7 أيام، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لمدة 9 أسابيع. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار العملات والمعادن. ختام الموجز بأمان الله.